هناك من يرى بأن كل هذه الإشكاليات والانسداد السياسي يحل بشغلتين بسيطة، انسحاب المالكي وصادقون من الإطار التنسيقي وينتهي الموضوع. شنو رأيك؟ دستوريا بأي مادة يعني ينسحبون؟ مو دستوريا، أنا أتحدث عن إطار تنسيقي، كتلة سياسية، كتلة سياسية ضمن تحالف سياسي، انسحبوا من هذا التحالف وينحل الموضوع. هاي وجهة نظر تطرح أخي العزيز. نحن حتى عندما تكلمت أنا بالمؤتمر الوطني، هو أولا لحماية الدستور، غير الدستور لن نتحرك بأي خطوة. هذا جانب. الجانب الآخر يعني إحنا يعني حق الترشيح وحق الاشتراك في الحكومة لأي مواطن، يعني بأي قانون نحن يعني نقول إلى المالكي وإلى صادقون، يعني وشون مثلا نخليهم بالبلد نطلعهم؟ يا أخي ما يجوز هكذا. نحن لدينا دستور نحتكم إليه، فقرات الدستور واضحة، الكل له حق الترشيح الترشح. فأنا لا أعرف هي القضية يعني القضية بالمالكي سببها. المالكي الآن تنحى قليلا، رشح محمد السوداني، لو كان مرشح نفسه لكان هم يعني قلتم المشكلة من المالكي. يا أخي المالكي مواطن من حقه وزعيم كتلة ومن حقه لديه 35 نائب، يعني شلون مثلا يخلي النواب يروح؟ هذا جانب. بالنسبة للأخ القصاب يعني أو الآن يتكلم ويقول هناك اختراقات بالنسبة إلى التربية، أنا من التربية. أولا بأي طريقة تأخذ أموال المتقاعدين وتضاء من غير دوائر أخرى؟ إذا كان من قبل التقاعد فبها، إذا كان مثلا نقول لو كان من التربية فبها، يعني بأي طريقة يعني غير دوائر تأخذ المتقاعدين؟ أنا صوتي مع المتقاعدين وأين حقهم، وأنا منهم طبعا، لكن نقول نريد أن نعاقب غير من خلال الدستور والبرلمان، غير عندنا تشريع وعندنا رقابة من خلال النواب. إذا يعني أنتم تشجعون يعني لا تكون هناك جلسات للبرلمان، فكيف البقية يعني يؤمن من العقاب والحساب؟ ولذلك نكرر إلى الحوار وإلى التحاق السيد الصدر بأخوته، هذا كبيت إطار شيعي، والتفاهم في كل الأمور وهناك تكون مخرجات. هذا جانب. والجانب الآخر بالفضاء الوطني، وعلى رئيس الجمهورية سيد برهم صالح أن يرعى الدستور. نعم. لأنه هو من أولى أولوياته. هذا جانب. والقضية الثانية محاسبة التقصير بالواجب من قبل القائد العام للقوات المسلحة اللي هو سيد الكاظمي، طبعا مثل ما وكله السيد رئيس الجمهورية برئاسة الوزراء وأعطاه هذا الواجب، فهناك تقصير لأنه مؤسسات الدولة انتهكت ومباني الحكومة. وضحت الصورة سيد إبراهيم، أنا أشكرك جزيلا. نعم. أما تظاهرات الإطار التنسيقي هو لحماية البنايات والشرعية الحكومية ليس إلا.